بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. محاضرتنا هذه الليلة بعنوان محمد عبد العزيز أبو ريا مقاوم من المهدي إلى اللحد 1920-1966. طبعا هذه المحاضرة تتناول سيرة المناضل والمقاوم محمد عبد العزيز أبو ريا. الآن في البداية لابد أن يعني نعطي لمحة سريعة عن محمد عبد العزيز أبو ريا الله عليه، هو من مواليد سلواد عام 1920، درس في مدرسة سلواد الابتدائية للصف الرابع الابتدائي، وعمل مزارعا وفي التجارة وفي المحاجر. تزوج عام 1936 وعاش في وادي النسناس في حيفا، وله من زوجته الأولى 6 بنات وولدان، ومن الثانية ولدان وبنتان. التحق محمد عبد العزيز أبو ريا أبو محمد بالثورة الفلسطينية عام 1938، وشارك في المحطات النضالية المختلفة حتى وفاته عام 1966. وطبعا من المعروف أنه أبو محمد كان رجلا مثقفا وله نشاط بارز في مؤسسات البلدة، ومحسوبا على وجهاء أهل سلواد والمنطقة بشكل عام. الآن سأبدأ في شرح سيرته في المقاومة المسلحة. الحقيقة قبل أن يخوض المقاومة المسلحة كان في فرق الكشافة في حيفا وفي سلواد. طبعا محمد عبد العزيز أبو ريا وكل أبناء جيله ممن انخرطوا في المقاومة كانوا مشحونين بالجو العام اللي كان موجود في ذلك الوقت. احنا يعني فلسطين كانت طالعة من الحرب العالمية الأولى واحتلال البريطاني وممارساته البشعة بحق الفلسطينيين والأرض الفلسطينية واحتضان بريطانيا للمشروع الصهيوني. وتبتعرفوا انه صار في عدد من الثورات ومحمد أبو ريا كان صغيرا، وأبرزها ثورة عام 1929 اللي هي ثورة البراق. وطبعا سيرة البلد أيضا النضالية وشبابها اللي انخرطوا في المقاومة منذ البداية، طبعا هذول بعطوا نفس للأجيال اللي تأتي لاحقا. الآن وتربية أبو ريا الدينية أيضا لعبت دور كبير في حثه على الانخراط في المقاومة. الآن نبدأ بأول مرحلة شارك فيها في المقاومة، هي مرحلة الثورة الفلسطينية الكبرى اللي قعدت 3 سنوات من 1936 ل 1939. وهذه الثورة كانت مسلحة وكانت يعني أول تجربة كبيرة وواسعة للفلسطينيين. صارت فلسطين من النقب إلى صفد، والثورة أيضا كانت ممتدة لسنوات طويلة، 3 سنوات كما قلنا. ويعني الفلسطينيين خاضوا فيها تجربة سجلت كتجربة مضيئة في التاريخ النضالي للشعوب اللي تحت الاحتلال. الحج محمد أبو ريا رحمة الله عليه التحق بهذه الثورة عام 1938 وتحديدا في منطقة جنين. والتساؤل ليش في منطقة جنين ما دام انه هو في سلوان ومنطقة جنين بعيدة، كان ممكن يعني يلتحق في اماكن اخرى. هو الحقيقة انه قربه من لانه كانوا اغلب سلوان شباب سلوان موجودين في حيفا، فحيفا قريبة من جنين، ومركز الثورة كان يعني او جنين احدى مراكز الثورة، فهذا سهل عليه الالتحاق بها من هناك. وإضافة أنه يعني الثوار اللي التحق فيهم بعرفهم يعني بعرفهم من حيفا، فبالتالي دخل منطقة جنين وعمل في الثورة مقاتلا تحت إمرة أحد مقاتلي أو أحد قادة الثورة الفلسطينية في ذلك الوقت الشيخ عطية أبو أحمد ووكيله يوسف أبو درة. طبعا بالبدايات وطبعا من أين إحنا حصلنا على سيرته في الثورة؟ صحيح في أكثر من مصدر، منها مذكرات أو ما تبقى من مذكراته عن الثورة، وأيضا ما كتبه بعض من عاصره
من مثلا ما كتبه احد المناضلين الكبار، يعني راح عن بالي الان بذكره في السياق، رايحين نجي ان شاء الله. ذكر محمد العزيز زبرية في المذكرات كاحد المقاومين في تلك الثوره. طبعا طبيعه اشتراكه بهذه الثوره كانت في مستويين او ثلاث. المستوى الاول هي العمل على الحشد والتأييد للثوره في مناطق جنين. مثلا زار مع الثوار، زار اليمون وصنور وميثلون جلقموس سريس مجدل رعبة جلقموس وغيرها من وكفردان وغيرها من القرى هاي، وكان الهدف هو كما قلنا حشد الدعم البشري والمادي والمعنوي للثورة. والآن أيضا هو بدأ بالمشاركة الفعلية في المعارك، وكانت أول مشاركة له في 26 شباط عام 1948 في نصبه كمين للجيش البريطاني في منطقة جنين، وجرت معركة امتدت لساعات. وطبعا احنا بدنا ناخذ بعين الاعتبار انها مش عملية، مش يعني مثل العمليات اليوم اللي يعني بتاخذ لحظات او دقائق والثوار بينسحبوا، لا، هاي يعني كانت معارك حقيقية بخوضها عدد كبير من الجنود والجنود البريطانيين من جهة والثوار من جهة ثانية، وهذه المعارك يستخدم فيها من قبل بريطانيا مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الطيران والثوار بما لديهم من أسلحة أيضا. هاي المشاركة الأولى له في كما كنا في كمين. المشاركة الثانية اللي هي مهاجمة المركز الحكومة البريطانية في جنين للمقاطعة، مقاطعة جنين نفسها مقر المقاطعة ومحاصرته والهجوم عليه، وهذه كان مشارك فيها 300 مقاتل فلسطيني، يعني مسألة كبيرة. وطبعا صارت فيها معركة حامية الوطيس. كمان في مشاركة ثالثة، البريطانيين أصلا لما هوجمت مقر المقاطعة البريطانيين حضروا رد، والرد كان في محاصرة جنين ومهاجمتها، وأبو محمد رحمة الله عليه شارك في أبو عبد العزيز. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. أهلا وسهلا أبو عبد العزيز، حياك الله. فشارك في صد هذا الهجوم، وهذا الهجوم طبعا كان الهجوم الانجليزي كان كبير، وشارك فيه عدد هائل من الجنود البريطانيين. اما ابرز معركه شارك فيها فهي معركه اليمون الكبرى اللي اشترك فيها 15 طائره بريطانيه. طبعا هذه تقديرات محمد ابو ريه رحمه الله عليه، تقديرات هو انه شارك فيها 15 و 10000 جندي بريطاني. في اقل التقديرات، انا قرات تقديرات 3000 جندي، وممكن في تقديرات اقل او اكثر. طبعا هاي المعركه استشهد فيها الشيخ عطيه اللي هو قائدهم العام، و 20 مقاتل وجرح 20 اخرين. وتقديرات ابو ريه رحمه الله عليه انه قتل 80 جنديا وجرح 100، وتم اسقاط طائره واصابه 2. بعد هاي المعركه، بعد استشهاد الشيخ عطيه، ابو ريه قرر انه يعود الى سلوات. وطبعا بتعرفوا معارك يعني متلاحقه، فهو كان منهك واراد انه يعني يرجع الى سلوات لاهله، فرجع هناك. وايضا بعد راحه قصيره اشترك مع اهل سلوات في النضال والمقاومه، ونفذ عمليات في وادي البلاط وعيون الحرمين. عيون الموسى. نعم، عيون الموسى. الان الحقيقه مشاركته في ثوره 36 تستوقف، يعني في اشياء تستوقف الانسان.
أول شيء أنه ما كتبه في مذكراته يظهر أن المقاومة كانت منظمة وليست كما يشاع أنه ثورة يعني فلاحين بسطاء ما بيعرفوش يعني فنون القتال وما شابه. من وين بيجي يعني منين أنا بستدل على ذلك؟ من وصفه لطريقة قبوله في المقاومة، كيف قبل لما ذهب إلى المقر القيادة في منطقة جنين، وكيف أعطوه السلاح ووصفه للقسم، وكيف قسموا الجنود، وكيف بتعامل الجنود لما في وقت المسير في وقت المبيت، كيف الجنود بتعاملوا مع الأهالي لما بزوروا القرى، كيف بتعاملوا مع الجواسيس والعملاء اللي بيكتشفوهم به، وكيف بخوضوا المعارك، كيف بنسحبوا. كل هاي بتعطي انطباع انه كانت الثورة منظمة وليست كما يشاع كما قلنا في بعض الكتابات انه كانت ثورة فيها فوضى، وكانت ثورة القائمين عليها ليسوا على درجة عالية من الوعي. على العكس طبعا احنا بنقدر نعرف ايضا انه من خلال تصوروا الجنود يكتبوا مذكراتهم ويكتبوا اليوميات، وهذا دليل على انه هذه الثورة كانت ايضا يعني منظمة ومرتبة. كمان من مذكراته نستشف انه اهالي القرى اللي كانوا يزوروهم اغلبها كانت تلتحم مع يعني او تحتضن المقاومة وتدعمها بالرجال والمال والغذاء وبالسلاح، ويعني بمعنى انه كانت المقاومة في ذلك الوقت ثورة 36 في عندها حاضنة شعبية، وهي الحاضنة الشعبية ساعدتها في انها تصمد 3 سنوات امام دولة عظمى. يعني بريطانيا دولة عظمى زي كيف امريكا بنقول مثلا هذه الايام. كمان هو يعني بذكر بعض الملاحظات حول زيارتهم لعرابة، وطبعا عرابة في ذلك الوقت كانت قد حسمت لصالح ما سمي في ذلك الوقت فصائل السلام اللي هم كانوا ضد الثورة ومتحالفين مع بريطانيا، وكيف انه يعني انحياز بعض القرى وبعض الجماعات لبريطانيا هذا اثر سلبا على المقاومة الفلسطينية. وطبعا هذا الانحياز فيه له اسباب الحقيقة يعني، وهذا مش مجال الحديث فيها لانه احنا بنركز على أبرية، ولكن اذا كان هنالك اي اسئلة لاحقا بعد ما ننهي ممكن نجاوب عليها في هذا الاطار. كمان يذكر ابو عبد العزيز رحمة الله عليه انه الجنود اللي من شرق الاردن اللي كانوا مع القوات البريطانيه كانوا احيانا يساعدوا المجاهدين، بحيث انه احيانا كانوا يعني يغضوا الطرف عنهم يعني ورجوا حالهم مش شايفينهم يعني، ويتركوا لهم المجال انه يهربوا وما شابه. الان من يعني خلاصه الحديث عن أول مشاركة له في ثورة 36 نقول إنه هذه الثورة كانت ملهمة ومقدمة ضرورية للناس اللي شاركوا في حرب 48. يعني في أطروحة بتقول إنه الثورة الفلسطينية الكبرى في 36 أضعفتنا سنة 48، لأنه يعني خسرنا رجال وعتاد وإلى آخره واقتصاد، فبالتالي لما يجينا على 48 يجينا منهكين، وهذا كان سبب من اسباب الهزيمه. بس اللي بنلاحظه انه مثلا ابو ريان شاب انخرط في المقاومه في 36، في 48 صار عنده خبره. هاي الخبره وظفها وين؟ في 48. وهذا مش بس على ابو ريان، طبعا احنا بناخذ اسماء كثيره عشان في اخوه مزارعه هون، ابو ابراهيم الكبير مثلا اللي شارك في 36 استفاد من 36 في مشاركته في 48، عبد الفتاح المزرعاوي مثلا، الشيخ عبد الفتاح و فريد المزرعاوي طبعا ابو نعم صحيح ابو عبد العزيز يذكر فريد المزرعاوي بالخير يعني في مذكراته انه كان يعني رجل طاقته كبيره و قبل بلاء حسنا في ثورة 36.
طبعا انا بدي احط نص كتبه عبرية عندما التحق بالثورة كتب رسالة لاهله، وهاي الرسالة مهمة كثير كثير لانه بتورجينا مشاعر هذا المقاوم وفكره، وايضا بتورجي ايضا انه هذول الناس رايحين على المقاومة مش لعب، يعني هذول كانوا منظمين ومرتبين، بيعرفوا يحكوا، بيعرفوا يعني يعبروا عن مشاعرهم، ناس عندهم مرجعية فكرية وعندهم ومرتبطين بقيادات سابقة و يعني لهم أحلام وأماني. وأنا بذكر بشكل سريع، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على المستعمرين. لاحظ لفظ المستعمرين، يعني هذا لفظ بدل على ثقافته العالية. والدي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام وتحية وأشواق قلبية. وبعد، إن نداء الوطن وعويل النساء والأطفال جعلني لا أعلمكم ولا أستأذنكم بما أنا عازم عليه، الرجاء المعذرة. أما الآن فإني مع إخواني المجاهدين في منطقة جنين بخير وعافية، وإني تقلدت السلاح ولدي 8 جنيهات كانت معي قبل الذهاب، فلست بحاجة إلى دراهم بل بحاجة ماسة إلى رضاكم. والدي العزيز، لا أشك بأنكم تأثرتم وأقلك فكركم لاختفائي، والآن أحمد الله على سلامتي ووصولي إلى إخواني المجاهدين دون علم السلطة، السلطة البريطانية. بلاش تفكروا، اصبروا فإن الله مع الصابرين. إنني طلبت الموت الآن وليس ببعيد أن أموت وأستشهد، وهذه أمنيتي، فإذا كتب الله لي ذلك فلا تيأسوا بل اصبروا واعلموا أن الموت مدرك الناس جميعا. أوصيكم بعيالي خيرا، وإذا تسلمتم جثتي فاخبروني قرب القسام في حيفا، وفرقوا وصيتي على المجاهدين فقط، والسلام عليكم. الداعي ولدكم المطيع الطالب رضاكم محمد عبد العزيز. طبعا هذه في 14 ذي الحجة 1356 الموافق 16 شباط 1938. طبعا هذه يعني صورتين، صورة للمقاتل اللي هم القيادة تاعت التي عمل معها او تحت امرتها ابو عبد العزيز، يوسف عبد الرع الشمال وعلى اليمين عطية ابو احمد عوض. طبعا هاي الصورة المشهورة لكشافة سلوان، وانا قلت انه هاي الكشافة كانت هي الحاضنة الأولى للمقاتلين من سلوان اللي شاركوا في 48، واللي منهم محمد عبد العزيز بريا وغيره من المقاتلين راح نذكرهم الآن في السياق. يعني طبعا هاي صورة أيضا للكشافة في صورة في صلاة جماعية، ولاحظوا البعد الديني في ذلك الوقت للشباب المقاومين اللي كانوا قاموا واللي أخذوا من الشيخ عز الدين قسام يعني نموذجا يحتذى به. الآن المرحلة الأولى، هنا المرحلة الثانية اللي هي أحداث النكبة. أبو عبد العزيز شارك في الدفاع عن حيفا، والمدن الفلسطينية عملت إشي اسمه الحامية. حامية مجموعة الجنود اللي شاركوا في الدفاع عنها، وطبعا في حيفا شارك أهل سلوات، شارك عدد منهم في الدفاع عن حيفا، وأبرز الناس اللي شاركوا اللي هو الحاج داود أبو الشيخ سلمان، طبعا في ذلك الوقت كان شابا. أبو عبد العزيز انضم إلى سرية طلائع الوحدة العربية التابعة لجمعية الاعتصام مع الحاج عبد الرزاق عبد الجليل الدروية وأبو جهاد رحمة الله عليه، وهذه الجمعية راح نتحدث عنها أخر شوي وعن مشاركة أبو عبد العزيز فيها. كمان هو بعد سقوط حيفا الشباب المقاومين السلاود اللي كانوا في سلوان في حيفا رجعوا على سلوان وشاركوا في فصيل مقاوم قوامه 40-60 مجاهد، وكان المسؤولين عنه عبد الرزاق الدروية ومحمد بريا. وطبعا هذا الفصيل لم يشارك فقط في يعني حوالين سلوان، انما دافع عن القدس وعن البلدة القديمة تحديدا، يعني رابط مجموعة من أهل سلوات في البلدة القديمة، ودخلوا في معارك في باب الواد وفي قلنديا وبدو والنبي سموئيل ومستوطنة النبي يعقوب، وأيضا لما حررت عطاروت
مستوطنة عطارد لما حررت هم أهل بلدنا كانوا ضمن المشاركين فيها في عملية التحرير. الآن طبعاً أنتم تعرفوا إنه المقاومة انتهت في 48. طبعاً للمعلوم كما أنا دائماً أقول 48 ليست عبارة عن أيام أو أشهر قليلة. 48 من شهر 12/47 لحد أواخر 49، يعني هاي كلها أيام معارك. وطبعاً عنفها في 48 عنفها، ولكن هذه امتدت المعارك لفترة طويلة. والمشاركة الفلسطينية أساسية كانت في أول 6 أشهر. الفلسطينية أول 6 أشهر كانوا واحدين، يعني يقاتلوا ويدافعوا عن بلادهم. الآن بعد 48 طبعا كانت مرحلة المقاومة الثالثة اللي شارك فيها أبو عبد العزيز. هاي المرحلة مرحلة الأردن، مرحلة اللي هي بعد 48 حتى وفاته في 66. طبعا أبو عبد العزيز ما هاجر زي أغلب شباب البلد هاجروا، وفي ناس كثير من المقاومين أيضا يعني هاجروا من سلواق ولجأوا إلى الكويت وإلى الأمريكيتين، أمريكا الشمالية والجنوبية. وطبعا أكيد العوز الاقتصادي، الواقع الاقتصادي اللي كان موجود في ذلك الوقت يعني كان يفرض على الناس الهجرة، إضافة إلى الواقع السياسي اللي كان موجود أيضا كان ضاغط على الناس. طبعا بدايات العمل المقاوم بدأت يعني في الخمسينات، شكلت كتيبة الفدائيين، وهي كانت كتيبة سرية، وكان أبو عبد العزيز دائما يعني ضمن هذه الكتيبة، وهي شنت هجمات على مواقع الاحتلال في الداخل المحتل، وهي كانت يعني تابعة ل أو كانت تتلقى دعما من مصر في ذلك الوقت. طبعا مصر طالعة من هزيمة وبدها تعيد يعني أو ترفع المعنويات، فدعمت الفلسطينيين. طبعا هو شارك أيضا في تأسيس تنظيم اسمه طلاع الفدا لتحرير فلسطين، وهذا التنظيم انطلاقته كانت في 29 آذار 1963. لاحظوا التاريخ، هذا تاريخ مهم، يعني في تنظيمات كثيرة قبل 65 وانطلقت قبل 65. يعني في ناس فكروا انه يعني 65 هو تاريخ انطلاق اول تنظيمات بعد النكبة. لا، انه في تنظيمات سابقة على ال 65. عفوا، من 48 لل 65 ما انقطعت اعمال المقاومة. ممتاز، بارك الله فيك. ما انقطعت. الان كلامك سليم، كل التحية. طبعا هو كان مسؤول للتنظيم العسكري في الضفة الغربية، والجناح العسكري لهذا التنظيم كان اسمه فرقة خالد بن الوليد. طبعا لو نرجع لتاريخ أبو عبد العزيز سنكتشف أنه أول مجموعة انضم إلها في المقاومة، يعني فصيل صغير اسمه كان تحت اسم خالد بن الوليد. فخالد بن الوليد لاحظوا تكرر الاسم وانت في هذا التنظيم، وهذا تعبير ايضا اسم خالد بن الوليد وتعبير عن مرجعيه عربيه اسلاميه ايضا. يعني ما سماش مثلا فصيل جيفار مثلا، ولا فصيل مثلا لو افترضنا يعني، او مثلا اخذ تسميات لمناضلين من اماكن ثانيه في العالم. هذا التنظيم اللي كان فيه ابو عبد العزيز كان في له مقر في القاهرة، وله إصدارات وتنظيرات ثورية، وأنا قرأت بعض الإصدارات لهذا التنظيم ولقائده. طبعا كان من أعماله بالإضافة لمشاركته في بعض العمليات الفدائية في الداخل المحتل، أنه كانوا في أجس الواد عاملين المحاجر، كان في عده محاجر عاملينها، كان يشتغل بالحجاره. يعني ابو محمد
محمد يعني مش غريبة إن يكون يشتغل في المحاجر، ف يعني سيدة كان في المحاجر واشتغلوا في نفس المكان سيدك كان فبالتالي هذه المحاجر استخدمت او كغطاء لتخزين السلاح، التدريب على السلاح، وايواء الفدائيه اللي كانوا يجوا من برا. طبعا وللعلم خليه عبد الجليل ابو الناطور وهي خليه كان فيها عدد من اهل بلدنا، واعتقلت مع خليه زين الدين. يعني خليه زين الدين مش منفصل على يد حال، هاي الخليه مرتبطه كانت في ابو عبد العزيز رحمه الله عليه، وان كان توفي قبل يعني قبل الاحتلال وقبل اعتقال هذه الخليه، ولكن هاي الخليه كانت من قبل بتعد قاعده في العمل المقاوم، واستمرت لاحقا. يعني هي امتداد لمرحله ما قبل 67، واللي كان فيها ابو عبد العزيز كان هو رقم واحد في هذه الخليه. طبعا لا شك في الحقبه الاردنيه ابو عبد العزيز يعني تعرض للكثير من المتاعب والمشاق والصعاب. تم ملاحقته، اعتقاله عده مرات، منعه من السفر ومن دخول القدس في ايام الحكم الاردني. طبعا ليش كان في هذا الصلف والمعاداة للمقاومين في ذلك الوقت؟ هو شوفوا في اسباب كثيره، بس واحده منها لازم ننتبه لها، اللي انا بسميها اكراهات الانقسام العربي. في نظم ملكيه ونظم شموليه جمهوريه متكاتلين مع بعض. هلا مين اللي بذوقها؟ هو اللي احنا يعني احنا المحاور العربيه المتخاصمه كانت يعني تتعادى فيما بينها، فبفرغوا لكل الطاقه السلبيه عندهم فينا. فهذا كان جزء من المشاكل الاساسيه. والمقاومين بما انهم مرتبطين مثلا بالزعماء تاعهم والقاده واللي كانوا يدعموهم من مصر، فبالتالي حسبوا على مصر، فحسبوا على جمال عبد الناصر. طب الاردن ضد جمال عبد الناصر، فكانت تعتبر اي عمل المقاومه معناه انه ضدهم او محاوله للانقضاض عليهم، معناها انه ناصري. اي لا هو مش يعني هم كانوا ايوه كمان انه الاردن في ذلك الوقت كان لا يريد ان يعني يخلق مواجهه جديده مع الاحتلال، على اعتبار انه كان يرى انه هو في مرحله ضعف بعد 48 وبديش يستعجل القتال. اضافه انه الصراعات ايضا بين القوى السياسيه الفلسطينيه والاردن، يعني القوى السياسيه نقصد مثلا الحاج امين الحسيني من جهه والنظام الاردني الملك حسين، وهذه الصراعات كانت يعني فيها او تلقي بظلالها على الفلسطينيين بظلالها السلبيه. وايضا المناكفات السياسيه بين الفلسطينيين وانفسهم، واحيانا الاحقاد الشخصيه. يعني واحد ممكن يكون منافسك في البزنس او في بده يبعدك عن الساحه المحليه مثلا، ممكن يروح يعني يشكي عليك سياسيا. والمهم بالموضوع ابو العابد، نعم، في الفتره اللي انت بتحكي عنها انتشرت في فلسطين الاحزاب، صحيح، التبعيات العربيه، صحيح، فهذه جعلت في منافسه اخرى، أيوة، على الساحه الفلسطينيه، صحيح. الان بارك الله فيك. الان القسم الثاني بنحكي عن محمد عبد العزيز وريه، يتعلق بمشاركته في العمل العام، وهاي انا بدي اركز على مشاركته من خلال المؤسسات بشكل سريع ان شاء الله ما اطولش عليكم، ومن خلال الجمعيات. الوقت اول جمعيه شارك فيها اللي جمعيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه جمعيه تاسست في عام 1935، وهذه الجمعيه اسسها الحاج امين الحسيني ومجموعه من علماء الشريعه
وطبعا في عقاب مؤتمر علماء فلسطين الاول اللي عقد في القدس، وتركز عمل هذه الجمعيات على محاربة بيع الأراضي للصهاينة، وهذه تأسست في تأسس فرع فيها إلها في سلوان، وكان لها مقر ولها ختم ولها نشاطات تربوية ونشاطات دعوية واجتماعية. أيضا جمعية الاعتصام في حيفا، كان في جمعية اسمها الاعتصام في تأسست في 43 على يد شيخ أزهر اسمه محمد نمر الخطيب، وهذه جمعية لها أهداف دعوية وتربوية واجتماعية، ولها فروع كان في طول كريم وشفا عمر وسلوان، وهي يعني هذا دل على أنه العمل كان منظم، وأنه أبو عبد العزيز كان يعمل في إطار مرتب وإطار يعني يساهم في احتضان الطاقات وتفجيرها بطريقة الصحيحة. طبعا ايضا بالاضافة لجمعية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجمعية الاعتصام، كان ايضا هو شارك في جمعية او جماعة الاخوان المسلمين، وهي جماعة الاخوان المسلمين تأسست في سلوات في او فرعها في سلوات في عام 1945، وطبعا اثر زياره للقيادي الاخواني المصري اللي اسمه سعيد رمضان، وطبعا هاي في فرع سلوات في او شعبه سلوات كان في تقريبا 43 منتسب غير المناصرين، يعني هذول منتسبين هذول عناصر رسميه، وكانوا هذول موزعين على اسر يعني بالمفهوم اليوم الخلايا، الخلايا التنظيميه السريه أسر، وكان أبو عبد العزيز ضمن أسرة الأمين اسمها الأمين. طبعا الأسر هاي كان لها تسميات دينية، مثلا أسرة سعد بن أبي وقاص، أسرة أبو بكر الصديق وهكذا، وأسرة أبو عبد العزيز كان هو أمين سرها، وفي ذلك الوقت طبعا رئيس فرع الإخوان المسلمين في سلوات كان الشيخ جمعة السلواني، ومحمد عبد العزيز أبو ريا كان رحمة الله عليه كان أنشطهم. ولكن إذا كنا إحنا نتحدث عن جمعيات محلية زي الاعتصام والأمر المعروف والنهي عن المنكر، طب هاي جمعية يعني فوق قطرية عابرة للحدود، شو اللي بخليها تيجي تصل سلوات؟ الحقيقة في عدة أسباب، وأنا بشكل سريع بقول لكم إنه وجود الأزهريين في سلوات، عندنا إحنا ما تقريبا في 30 أزهري أخذوا شهادات من الأزهر حتى عام 1946، وهؤلاء احتكوا بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وتعرفوا على الشيخ على رئيس الجماعة الشيخ حسن بنا، وأيضا على مثلا محمد الغزالي يوسف القرضاوي وغيره، يعني ممكن إحنا مثلا نشوف مذكرات او مثل مقالات الشيخ فتح الله السلوادي وذكرياته عن محمد الغزالي وعن حسن البنا، وسنكتشف انه كانوا في ذلك الوقت يعني نشطين جدا. كمان في حياه السلاوده في حيفا، وحيفا كانت مركز مهم للاخوان المسلمين، هذا دفع باتجاه انه يعمل اخوان المسلمين، ونشاط اخوان مصر داخل فلسطين، لانه اخوان مصر كانوا ياتوا الى فلسطين في زيارات، واحنا قبل شوي قلنا انه سعيد رمضان احد قيادات الاخوان المسلمين اتى الى سلوات وما كان ثلاث ايام وخطف الجامع الشمالي على يد حال، عشان في شباب في من الجامع الشمالي. طيب شو اهتمامات او نشاطاته داخل الاخوان المسلمين؟ اهم نشاط كان لمحمد عبد العزيز ابو ريا رحمه الله عليه وعبد العزيز كان اهتمام تثقيف عناصر الاخوان المسلمين الثقافه الدينيه والتاريخ الاسلامي، واحنا قلنا اصلا انه ابو عبد العزيز كان انسان مثقف، ومكتبته ما تبقى منها من الكتب تدل وتنوعها تدل على ثقافه عاليه، مش بس ثقافه دينيه،
يعني عنده كتب بالإضافة للكتب الدينية، كان عنده كتب سياسية، كتب عسكرية ومجلات وما شابه، فبالتالي كان زلمة مثقف كثير. أيضا الإشراف على الاحتفالات الدينية والمناسبات الوطنية، وهو كان عريف للعديد من الاحتفالات والمناسبات. وأنا قرأت يعني في صحف فلسطينية إنه مثلاً وألقى في الاحتفال الفلاني الشيخ كذا وكذا، وكان عريف الحفل الشاب محمد عبد العزيز أبو ريان. في الصحف الفلسطينية كان يعني في مناسبات كثير دينية، في مثلاً شهداء، في استقبال مسؤولين. يعني مثلاً لما جاء محمد الحج أمين حسيني إلى سلوان، مثلاً لما أرادوا إنه يبنوا مدرسة أو يفتتحوا المسجد الشمالي أو الجنوبي، فهو كان يعني يكون مشارك في هذا الموضوع. وكان لافت أيضاً اهتمامهم بقضية عدم بيع الأراضي لليهود، وهذا مخدينه من جمعية الأمر بالمعروف أنه يعني منكر. صحيح أنه يعني في إحدى الوثائق ظهر أنه كاينين أهل سلوات شاكين في أنه واحد مقدسي جاب يشتري أرض في العصور، هذا في 46، فهم تداعوا واجتمعوا ووقفوا البيع، بس لأنهم شكوا أنه ممكن يكون مرتبط بالحركة الصهيونية. فبالتالي جبل العصور مش بس في السبعينات كان فيه محاولات، كان من سنة 46 في محاولات، كان يكون في محاولات، وهي بلدنا يعني كانوا مهتمين بهذا الجانب. كمان كان في نشاطات أخرى، منها يعني محاولة منع بعض الظواهر، منها مثلا عمل النساء في بيوت الأكابر في حيفا. ومحمد عبد العزيز أبو ريا رحمة الله عليه كان يعني من المشاركين في هذا الجانب. هذه وثيقة لتبين النظام الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين في سلوات، وهي توقيع في نهايتها توقيع رئيس الجماعة اللي هو الشيخ جمعة السلوادي. وأيضا هاي مراسلات، وهي بتحكي عن اجتماع كبير كان في القدس لتنظيم الجماعة وتوحيدها، وواضح من التوقيعات وكيل الجماعة في سلواد اللي هو إبراهيم فارس، الحاج إبراهيم فارس. طبعا هاي مثلا وثيقة أخرى أيضا، عليكم السلام ورحمة الله. هاي وثيقة الأرض، هاي اللي ذكرنا عنها، وهي وثيقة مراسلات بين الجماعة والجماعة في سلوات. يعني فرع سلوات كان يتراسل مباشرة مع الفرع اللي مع المقر الرئيسي في القاهرة. وآخر نشاط ونحن نختم فيه اللي هو نادي الإصلاح والثقافة، هذا نادي مرخص وأعطي الترخيص بسنة 50 اللي أسسوه تحديدا، وطبعا اللي أخذ الترخيص غاز الدروية أبو سعود، صح؟ أبو سعود رحمة الله عليه، وطبعا عبد الرزاق الدروية ومحمد عبد العزيز أبو ريا كانوا موجودين. عبد الرزاق ابن عمه لغازي. لغازي نعم، رحمة الله عليهم جميعا. طبعا هذا النادي يقدم نشاطات ثقافية ورياضية وإغاثية، وأيضا هذا يعني يدلك على إنه الجماعة كانوا فكرهم عالي، يعني بيفكروا بالمؤسسات والعمل المؤسساتي وكيف إن إحنا اللي تكون هاي المؤسسات حاضنة للعمل الاجتماعي. طبعا هذه وثيقة تحكي عن وثيقة الترخيص للنادي، إذا شايفين هاي من القائم مقام، ووجهت لغازي عبد المجيد المحترم رئيس نادي الثقافة والإصلاح في سلوان. طبعا هاي يعني تعطيهم كما قلنا الترخيص للنادي، صوروا يعني عاملين نادي وعاملين ترخيص سنة 50. في بعض الصور هيك حبيت أشارككم فيها، هاي في حيفا والله أعلم. شكله مش في حيفا يا ابو، شكلها في رام الله. لا شكله يعني هذه الصوره اللي بتذكرها فيها، لا بس هاي بحر الدور اللي فوق، يعني تقدر تكبر رخص السياره.
نمر السيارة. بجوز زي نمر السيارة. بنشوف. بس هذه إحدى الصور يعني. بنشوف. وهذه زوجتي الأولى الحاجة مزوزة ولديها عبد العزيز و صلاح. وصلاح. هذا الحاجة مزوزة. طبعا احنا جبنا الحاجة مزوزة في السيزن هذا اعتقلت رحمة الله عليها عدة اشهر. و... ست شهور. نعم. ست شهور. نعم. الله وطبعا اعتقلت بعد وفاة زوجها. اول احتمال. طبعا الحاج عبد الرزاق الدروية رفيق درب محمد عبرية. طبعا في يوم الايام محمد عبرية بيكون معاه يعني مسدس او بندقيه وبكون يظبط فيها او شيء فبتطلع رصاصه و وبتطلع الاسهام. نعم. فاللي بي يعني بيشارك في الاسعاف وبكون معاه اللي هو ابو جهاد رحمه الله عليه اللي هو عبد الرزاق ابو صديقين. نعم. مع الحاج داود. وهي الحاج داود ابو الشيخ سلمان رحمه الله عليه. سيد موسى صح أخوه. هذا هو يعني هل أنا يعني أعطيتكم اختصار لنشاطه في المقاومة ونشاطه في العمل العام والمؤسساتي. وطبعا الحج بتوفاه الله سبحانه وتعالى في سنة 66 في رمضان رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا على ما قدم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة. طبعا احنا ما ذكرناش مش بنش سورة الأخ صالح أبو إسلام لأنه هو يعني بينكم جسدا وروحا. فالله يطول في عمرك أبو إسلام وذريتك وبارك الله فيكم. وخالد ما اتوفى صغير. مش لك قال أخوه. نعم. البيتون كان. كان. بارك الله فيكم. لأن إذا حدا بده أسئلة أو شيء إحنا مستعدين لأن إحنا. عشان بلش تسجيل جديد. أنا هنا.